الله العظيم، إن رجوع الأمة إلى الله ينصر المستضعفين، ينصر المظلومين، يؤثر على حال الأمة جميعا. يؤيدنا الله، ينصرنا الله، يعزنا الله. يا جماعة تعال نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، تعال نصطلح مع الله. تعال الآن فرصة، الآن شو قيمة الدنيا؟ شو قيمة اللقمة الآن؟ شو قيمة؟ والله ما في إلى قيمة الآن. ومنشوف إخواننا يمزقون ويقتلون، أبناء، أسر تمزق تدمر، ما إلى قيمة الدنيا. شو الدنيا متعلقين فيها؟ والله ما إلها قيمة. يا أحبابنا، الحقيقة، الفرصة الحقيقية الآن أن نرجع إلى الله، وأن نصطلح اصطلاحا حقيقيا مع ديننا، ديننا العظيم، أن نعود إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نلتزم شرع الله تعالى. الرجال والنساء، الشباب والشيب، الجميع، أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. فرصة يا أحبابنا، نترك ما حرم الله سبحانه وتعالى ونعود إلى الحلال، ونبتعد عن الحرام، وننوي بذلك طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصرة لإخواننا. نترك ما حرم الله نصرة لإخواننا. ربما يؤتى الناس من قبلنا بسببنا، بمعاصينا، بذنوبنا، ولو عادت الأمة إلى الله واستغفرت لرفع البلاء، لأن الله تعالى لا يعذبنا ونحن نستغفر، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة، نسألك أن نرى آثارها بفرج قريب عند كل المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين.